إن البلاء طهارة وزكاء، ولكل داء في الحياة دواء، فاسأل طبيبك ما الدواء من علته، والقلب يملأه رضا ورجاء. واجأر لربك بالدعاء فعنده للصابرين كرامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم عيادة زاد. في حلقتنا لهذا اليوم نستكمل ما كنا بدأناه في الحلقة الماضية، حيث يكون عنوان الحلقة هو الجزء الثاني من العقم والإنجاب. وضيفنا في هذه الحلقة الدكتور هيثم يوسف، استشاري أمراض النساء والتوليد والخصوبة وأطفال الأنابيب بمستشفى المواساة بالدمام. في الحلقة السابقة تناولنا لمحة عامة عن موضوع تأخر الإنجاب والعقم وأسبابه ونحوها، ووردت إلينا الكثير من الأسئلة عن طريق الواتساب والاتصالات. وفي حلقة اليوم سنبدأ في موضوع الوسائل العلاجية للتعامل مع تأخر الإنجاب بإذن الله تبارك وتعالى. في حلقة اليوم سنفرد جزء كبير من الوقت للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. لدينا عدة أسئلة من الحلقة الماضية وما زالت تردنا خلال هذا الأسبوع عن ذات الموضوع، ونسعد بمشاركتكم معنا بالاتصالات في هذه الحلقة كذلك على الأرقام التي ستظهر على الشاشة تباعا، أو من خلال إرسال الأسئلة على الواتساب حتى نتمكن من عرضها على ضيفنا في هذه الحلقة. نبدأ مع ضيفنا. أهلا وسهلا بك دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور حسين، ونسعد أن نكون معكم في حلقة أخرى، ونتمنى أنه يعني تكون الحلقة الأولى يعني أتت بالفائدة للمشاهدين إن شاء الله، ونتمنى أن هذه الحلقة تكون أكثر فائدة إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله تبارك وتعالى. دكتور هيثم، الحلقة الماضية تكلمنا تقريبا تناولنا موضوع الإنجاب أو يعني من ناحية العامة والطبيعية وأسبابه وتعريفه ونحوه. في هذه الحلقة نود أن نبدأ الآن مباشرة بالوسائل للتعامل مع تأخر الإنجاب. والوسائل أحيانا يصير فيها لبس، أطفال أنابيب، تلقيح صناعي، تلقيح حقن مجهري، فنود تعرفنا بما هي الوسائل، الوسائل المختلفة. المختلفة بسم الله الرحمن الرحيم. لما نجي للمعالجة المرة فاتت وتكلمنا أكثر شيء عن التشخيص وعن الشيء العمومي، لما نجي للمعالجة عندنا ثلاثة درجات من العلاج. ثلاث درجات أو بالتدرج. الدرجة الأولى اللي هي ليس فيها وسائل ولا عمليات خصوبة، اللي هي بس بنعطي يعني يا إما الزوجة تنشيط للمبايض أو للزوج تنشيط للحيوانات المنوية. دي طبعا في معظم المرات في مراكز الخصوبة قد لا نلجأ لها كثير، لأنه الأصل في الموضوع أن الناس لجأوا لنا بعد ما حاولوا التنشيط والعلاجات الطبيعية من حبوب وإبر وما شابه ذلك. فالناس بيجونا عشان الوسائل المساعدة للإنجاب في مركز الخصوبة. يعني عادة المرحلة الأولى، المرحلة الدوائية بالحبوب أو الإبر، تتم في العيادات مع الأطباء أخصائيات واستشاري النساء والتوليد في كل المستشفيات. فلما ما يحصل حمل من العلاجات دي، الزوجين بيحولوا إلى مراكز متخصصة، مركز للخصوبة والإنجاب، لعمل هذه الوسائل المساعدة للإنجاب. جميل. اللي هي دي نفسها، هذه الدرجة الثانية والدرجة الثالثة. طيب قبل الدرجة الثانية دكتور، لدي سؤال عن الدرجة الأولى. إلى متى يحاول الزوجين في المرحلة الأولى؟ يعني في الأدوية، في العلاجات الدوائية بالحقن والحبوب. إذا متى وهل يحاولوا أم لا؟ في حالات أصلاً من الأول يعني الطبيب بيحوله مباشرة، إنه في حالات أصلاً الدرجة الأولى دي ما حتنفع أو ما حتؤدي إلى نتيجة أصلاً. في الحالة دي بيحولهم مباشرة من غير ما يحاولوا لهم أي من العلاجات الأولية. مثلا شخص، مثلا امرأة عندها انسداد في الأنابيب، دي إذا أخذت العلاج الأولي والتنشيط والأشياء دي ما حيكون في نتيجة، فدي بتحول مباشرة. في مثلا شخص عنده نقص كبير في الحيوانات المنوية، ده برضو العلاجات الأولية ما حتنجح، ففي نوع أصلا مباشرة. النوع اللي من الممكن علاجه يعني عادة ما بين 3 إلى 6 شهور.
3 إلى 6 شهور مستمرة طبعا. أيوة، لكن يفضل ما تكون في كل الأشهر، يعني دائما إذا حصل مثلا تنشيط في شهر يفترض الشهر اللي بعديه يريحوا قليلا ثم يحاول الشهر اللي بعده. فالمسألة ممكن تستمر يعني قرابة السنة، يعني إذا مثلا الناس عايزين تحمل مثلا 6 مرات أو 6 محاولات طبيعية، بين كل محاولة شهر وشهر، اللي بتبقى قرابة السنة. معناها من 3 إلى 6 أشهر علاجية وليست زمنية، يعني بالضبط يعني 3 أو 6 أشهر علاجية. جميل. طيب هذا إذن المستوى الأول أو الدرجة الأولى. الدرجة الثانية دكتور. الدرجة الثانية اللي هي التلقيح الداخلي. في الدرجة الثانية والثالثة هي التلقيح الداخلي بأنواعه والتلقيح الخارجي بأنواعه. فالدرجة الثانية التلقيح الداخلي بأنواعه. التلقيح الداخلي ده بيتم ببساطة بإدخال الحيوانات المنوية التي يتم تجهيزها وغسلها وفصل الحيوانات المنوية النشطة إلى داخل تجويف الرحم في يوم التبويض، في اليوم اللي احنا متأكدين انه التبويض هيحصل في هذا اليوم. نعم. كيف نعرف المسألة دي؟ باننا في إبر توقيت التبويض، الناس لأسباب كثيرة بتسميها الإبرة التفجيرية، هي ما بتفجر أي حاجة، كل اللي بيحصل إنها هي بتوقت التبويض في وقت معين، في يوم ووقت معين إحنا كأطباء عايزين نظبطه في الوقت ده عشان نعمل الحقن الداخلي ده. يعني هذه التلقيح الداخلي يبدأ أولاً من تهيئة المبيض، من تهيئة بيبتدي في أثناء الدورة بأننا نعمل تنشيط، ما هو نوعين تقريباً، في نوع ممكن نعمله بتنشيط أو من غير تنشيط. لو هنعمله بتنشيط معناها نعمل تنشيط، التنشيط ده للمبايض في نوع بالحبوب او بالابر او بالابر والحبوب. كثير من النساء بتسال، طيب انت دكتور مثلا قلت لي انه عملت لي صوره وتحاليل وقلت لي التنشيط بتاعي جيد، ليش انت حتعطيني نتيجه جيد؟ صحيح. احنا ما بنعطي تنشيط لانه التنشيط ضعيف، التبويض ضعيف واحنا عايزين ننشطه. احنا بنعطي تنشيط لانه احنا جسم المراه اصلا مبيض المراه معمول بحيث انه ربنا خالقه بحيث انه يطلع بويضه واحده فقط في الشهر، كل شهر. فإحنا عايزين نعمل تنشيط عشان تطلع أكثر، لأنه كل ما زادت عدد البويضات كل ما الفرصة من علاجاتنا بالنجاح بتكون أكثر. فدائما إحنا في الداخلي بنكون بنكون عايزين ما بين 3 إلى 4 بويضات. فبنشوف حسب يعني معطيات معينة الجرعة اللي بتطلع علينا العدد ده كم، وبنعطي الجرعة المطلوبة يا إما بالحبوب أو بالإبر أو بالاثنين معا. جميل. بعد ذاك عبرة توقيت التبويض، طبعا دي بعد ما نتأكد إن البويضات نضجت وخلاص هي جاهزة للتبويض. كيف تتابع؟ عن طريق التصوير. أيوة، أنت بنعمل صورة كل 3 4 أيام، لما توصل الحجم المطلوب بتعطى الإبرة، إبرة توقيت التبويض، ثم بيحصل التلقيح. جميل. بعد أخذ الإبرة دكتور متى تتم عملية الحقن؟ عادة يوم ونص، يوم ونص يعني، أو هي بين 36 إلى تقريبا حوالي بين 34 إلى 36 ساعة، اللي هي يوم ونص. يعني مثلا إحنا عايزين نعمل التلقيح مثلا الساعة 11، إحنا اليوم مثلا الاثنين عايزين نعمل التلقيح على الساعة 11 يوم الأربعاء، فالمرأة بتاخذ الإبرة الساعة 11 يوم بالليل، بكرة الثلاثاء بالليل دي يوم، يوم الأربعاء الصباح نص ده بيكون يوم ونص. جميل. هي دائما بتكون كده. جميل. طيب هذا فيما يخص المرأة من ناحية التنشيط. من ناحية الرجل وأخذ الحيوان المنوي. أيوة. الرجل اللي من واحد طبعا لازم التأكد إنه الحيوانات المنوية كافية للتلقيح الصناعي الداخلي. التلقيح الصناعي الداخلي عنده شروط. الشروط الأول إنه الأنابيب الرحم تكون مفتوحة، لانه احنا عايزين البويضه توصل الى داخل الرحم، والبويضه من المبيض بتوصل عن طريق انابيب فالوب او انابيب بشكل الرحم طبيعي دون اي تدخل. بالضبط. الشرط الثاني اللي هو طبعا التبويض، وده طبعا احنا نشطناه، لكن الشرط الثالث المهم انه الحيوانات المنويه عشان يحصل تلقيح داخلي ناجح بيفضل انه تكون العدد اكثر من 20 مليون في الملي، والحركه اكثر من 50%. أكثر من 50%. فإذا الزوج عنده أقل من المعدلات دي بنعطيه علاج معين، وزي ما ذكرنا المرة اللي فاتت العلاجات بالنسبة للزوج متعددة. إذا مثلا في النوع اللي هو بيكون مختص بالحركة، نوع مختص بالعدد، نوع مختص بالتشوهات، أو في نوع مختص بالمجموعة. جميل. كلها، لأنه في معرفة أكثر المرات بأن الحاجات دي بتنزل، المعطيات دي بتنزل مع بعض وبتطلع مع بعض. طيب دكتور كسؤال، لماذا نحن الآن في التلقيح الداخلي نطلب أن يكون عدد الحيوانات المنوية أكثر من 20 مليون؟ هل تحقن بالكامل أو ينتقى منها؟
لا بينتقى منها، هي على الكل المفروض يكون اكثر من 20 مليون واكثر من 50%، لانه ده الطبيعي، ولو ما كانت طبيعيه صعب انه يعني يحصل نجاح او حمل من التلقيح الصناعي. وكم الذين ينتقى؟ لكن لاحظ انه احنا قلت لك هي العدد 20 مليون والحركه 50%، الحركه 50% معناها المتحرك 10 والغير متحرك 10، فالغير متحرك ده حنتركه جانبا. الحركه نفسها في الحركه السريعه والبطيئه، احنا عايزين الحركه السريعه، فمعنى كده انه ال 10 مليون المتحركين دول دائما نصهم بيكونوا متحركين حركه سريعه ونصهم حركه بطيئه، فالحركه البطيئه دول برضه حنتركهم جانبا، حناخد المتحركين حركه سريعه. فهي دي الفكره. اضافه اذا كان في يعني في اجهزه معينه بتاعت الطرد المركزي واجهزه، المساله بتاخد حوالي ساعتين، عشان كده احنا دي ما زي اي عمليه ان الشخص بيجي المستشفى وبيعمل له العمليه. بيجي الزوج في الاول بيحتل العينه، وبعد ذلك في المختبر بين ساعتين الى 3 ساعات من التجهيز. ليش؟ عشان المساله اللي انت ذكرتها دي، انه في جزء من الحالات المنويه غير متحركه، في جزء متحرك بطيئا، بنفصل الاشياء دي كلها ونفصل الجيده اللي هي بتعمل التلقيح. الناس بتسال طيب ليش؟ ما هي في النهايه البويضه محتاجه الحيوان المنوي واحد. نعم انتوا ليش عايزين 20 مليون وهذا اللي كنت حاسس لك بالضبط؟ لانه البويضه دي حولها في خلايا، الخلايا دي مسؤوليه حمايه البويضه وتغذيه البويضه. البويضه بالمناسبه هي خليه واحده لكن كخليه كبيره، يعني انيوجوال مقارنه بالخلايا الثانيه، هي تعتبر حجمها كبير جدا، وحولها الخلايا الصغيره دي. الخلايا دي طبعا بلايين الخلايا، فهي دي الحيوانات المنويه بتجي بالملايين. في راس الحيوان المنوي ربنا خالق انزيم، الانزيم ده مهمته انه يكسر الخلايا او الروابط بين الخلايا دي. الروابط بين الخلايا دي ما بتتكسر الا بالانزيم ده فقط، فبتتكسر فمحتاجه لملايين عشان تكسرها كلها، لان هي ملايين الى بلايين الخلايا. بعد ذاك بتبقى البويضه نفسها حولها الجدار بتاع البويضه. يعني الملايين الحيوانات المنويه دي معظمها اصلا بيكون خلاص تعب ومات اثناء عمليه التكسير دي، فبفضل عدد قليل من العدد القليل ده بواحد بيخترق جدار البويضه. معناها دكتور في الحقن الداخلي او في التلقيح الداخلي نحن لا نحقن حيوان منوي واحد، في الداخل عايزين ملايين. ايوه يحقن ملايين، ولاجل ذلك عشان احنا مثلا عندنا 3-4 بويضات، كل بويضه يمشي لها مثلا نص مليون او مليون حيوان منوي عشان المهمه بتاعه تكسير الخلايا اللي حولها دي. تمام، معناها كذا اجبنا على الالتباس احيانا انه نحن نحقن حيوان منوي واحد. ده في الحقن الخارجي. اي لا في الداخل. ايوه فهي لا، الالتباس بيحصل من هنا، انه الحقن الصناعي الداخلي هو بيتم داخل الرحم، ولا بد من انه يكون في لابد من يكون في عدد كبير. بالنسبه للحقن الخارجي لما نجي له حنشرح كيف بنتفادى المساله بتاعه انزيم تكسير الخلايا اللي حول البويضه. جميل. طيب دكتور، في بالنسبه لنفس ذات النقطه كذلك سؤال الان، ما دام الشخص الرجل لديه يعني نحن نشترط ان تكون الحيوانات المنويه اكثر من 20 مليون و50% اكثر منها متحركه، فهذه تقريبا في المعدلات الطبيعيه. أيوة. فما الذي يمنع حدوث الحمل إذا كانت هي في المعدلات الطبيعية والمرأة قناة فالوب لديها مفتوحة والبويضة تبويضها سليم؟ لماذا لم ما هي دي يعني يعني كأنه أنه ما هي الأسباب الطبية اللي بتخلينا نعمل التلقيح الصناعي الداخلي؟ التلقيح الصناعي الداخلي إذا هو فعلا إذا مثلا في التبويض نفسه أضعف، يعني إذا التبويض أضعف معناها حنعمل تلقيح صناعي داخلي مع التنشيط، لان اتفقنا انه هو نوعين، في واحد بتنشيط او غير واحد من غير تنشيط. انه من غير تنشيط ده هو اللي بيرد فيه السؤال اللي انت ذكرته، انه اذا كان التبويض طبيعي لدرجه انه احنا حنعمل التلقيح من غير تنشيط، واذا كان الحيوانات المنويه جيده او ممتازه وطبيعيه والانابيب فالوب مفتوحه. اذا في الحاله دي ما هو المانع؟ في طبعا احنا من المره فاتت اتكلمنا عن تاخر الانجاب الغير مفسر. نعم. الناس اللي تاخر الغير مفسر ديل هم من اكثر الناس اللي بنعمل لهم التلقيح الصناعي الداخلي للسبب اللي ذكرناه. معناها زوجين ما يعني قاموا بممارسه جميع الوسائل السابقه بما فيها التنشيط العادي وما ولم تنجح وبنلجا للمساله دي. جميل. ده نوع، ولكن في انواع اخرى كثيره نذكر منها مثلا نوعين. في نوع اللي هو يا اما احنا اثبتنا او شاكين انه عندهم خلل مناعي معين هو اللي مؤخر الحمل، لانه المره اللي فاتت اتفقنا انه الغير مفسر مع تطور الطب بدات تفسيرات تظهر من ضمنها انه خلل مناعي بيخلي انه الحمل يتاخر ويحصل تاخر انجاب بسبب المساله دي. زمان كان غير مفسر الان فسر، فدولة برضه بنعمل لهم تلقيح صناعي لكن يتزامن معه علاجات مناعيه معينه على اساس انه تعدل الخلل المناعي ده
وبالتالي لما نجي نعمل التلقيح الصناعي في يوم التلقيح الصناعي تكون البيئة المناعية تعدلت والبيئة داخل الرحم بقت مهيئة أكثر للحمل. ممتاز. فده حيكون أفضل لأنه في إحنا بنستفيد من الأسبوعين اللي من بداية الدورة اللي هي بنبدأ فيها التنشيط لحد يوم التلقيح أو حتى قبليها. في ناس بنعطيهم علاجات مناعية قبل الدورة ونقول لهم خلاص المسألة الآن مهيئة للحمل. طيب كيف هنحمل؟ نعمل لهم التلقيح الصناعي عشان نسرع المسألة إنه الحمل يحصل في الفترة اللي إحنا هيئناها دي. جميل جدا. في نوع آخر اللي هو مثلا نوع الناس اللي عندهم اللي أنت المرة فيها ذكرتها عن الإجهاض المتكرر. نعم. وأنا ذكرت لك إنه الإجهاض المتكرر هو ما تأخر حمل ولكن تأخر إنجاب. وتأخر إنجاب ونتيجته واحدة إنه في النهاية الواحدة عايزة بيبي وما عندها أطفال. فدولة برضو بنديهم علاجات معينة بتقلل من فرصة الإسقاط. ولما العلاجات دي تشتغل هم لازم يحملوا بسرعة عشان الآن الوضع مهيئ. فنقوم نعمل لهم تلقيح صناعي داخل عشان الوضع مهيئ. جميل. طيب لدي اتصال دكتور أبو أنس من السعودية. أهلا بك أبو أنس. أهلا بك. يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضل سؤالك. أستاذي السؤال هو كالتالي إنه كثير ما نسمع مثلا إنه الأشخاص والله لازم مثلا مأكولات بحرية أو في نوع فواكه معين والله عشان انه يكون مثلا الخصوبه مثلا اعلى عند الرجل. ولكن السؤال هو هل تاثير هذه الماكولات او هذا النوع من التغذيه يكون تاثير مباشر في ذات اليوم او بعد انتهاء الوجبه زي ما يعني بنسمع بنشوف من الناس ولا لا؟ نعم جميل. هل من سؤال اخر ابو انس؟ لا يا سيدي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. شكرا. طيب دكتور نجيب على سؤال ابو انس ويسال الأكلات التي تفيد في جانب الخصوبة للرجل هل تأثيرها مباشر وهل فعلا هي لها تأثير أو لا؟ تأثيره بيكون قليل. هو كويس أنه ذكر مسألة المأكولات البحرية لأنه من الأشياء اللي بتحسن الخصوبة عموما عند الرجل وعند المرأة اللي هي ما نسميه طبيا بالفيتامينات الزيتية أو الفيتامينات الدهنية. الفيتامينات طبعا معروف أنها نوعين، الفيتامينات المائية والدهنية. الفيتامينات الدهنية الأوميغا 3 والأشياء دي متواجدة بكثرة في المأكولات البحرية. فإحنا في بعض الناس بيحطوها كحبوب ولكن طبعا كأفضل ممكن الواحد يأخذها كمأكولات في المأكولات البحرية. يعني هي مفيدة إلى حد إلى حد ما. برضو البروتينات عموما، البروتينات دي مهمة بالذات للمرأة لأنه الأحماض الأمينية بتحسن من البويضة وبتحسن من الخلايا اللي حول البويضة اللي بتغذي البويضة ذكرناها. البروتينات دي. البروتينات وأثناء فترة التنشيط البروتينات بتبقى أهم لأنه التنشيط مرات بيؤدي إلى نقص في كمية البروتين في الدم. ودي قد مرات إذا حصل إفراط في التنشيط دي بتعمل مشاكل صحية معينة فالناس بننصحهم يأكلوا بروتينات أكثر. طبعا البروتينات موجودة برضو في اللحوم والبيض والأسماك. نعم جميل جدا. طيب دكتور بالنسبة لهذه الأغذية هل هي مفيدة لخصوبة الحيوانات المنوية نفسها كحركة وعدد أو في القدرة فقط الجنسية؟ لا احنا بنتكلم عن خصوبة الحيوانات المنوية نفسها. أيوة. جميل. طيب دكتور هذا الآن كنا شرحنا تحدثنا عن التلقيح الداخلي والتنشيط ونحوها. سؤال وردنا هل للتنشيط تنشيط المبايض هل له مضاعفات ممكن تحصل؟ أيوة لأنه يمكن المضاعفة الأولى هي الإفراط. إنه يحصل إفراط في التبويض يعني تطلع بويضات عدد كبير جدا دي بتؤدي إلى عدة أشياء. نمرة واحد إنه زي ما ذكرت لك نقص في البروتينات. النقص في البروتينات ده بيخلي السوائل بتاعت الجسم تمشي إلى البطن تحصل آلام يحصل ضيق في التنفس يحصل غثيان وأشياء زي دي. قد لا تحصل كثير في التلقيح التنشيط العادي والتلقيح بتاع التلقيح الصناعي الداخلي لأنه إحنا أصلاً عايزين نطلع بس ما بين 2 أو 3 بويضات أو 4 أقصى عدد بسيط. عدد بسيط يعتبر. الإفراط بيحصل لما يتعدى العدد 20 بويضة. فدي بتحصل مرات في الحقن المجهري لما نجي للحقن المجهري وأطفال الأنابيب لأنه دي العدد عندها يفترض يكون أكثر أفضل. جميل. يعني إذا سنأتي لاستكمال هذه النقطة. وطبعا الحمل المتعدد إحنا المرة في الحلقة الفاتت تكلمنا عن إنه الحمل المتعدد في مجتمعاتنا هو نجاح باهر. في المجتمعات الأوروبية بيعتبروه دي
يعني من المضاعفات، انه دي مضاعفات للتنشيط. جميل، لكن هل ممكن يؤدي الى مثلا تكيس في المبايض، تلف في المبيض؟ ايوه، ده السؤال ده بيسالوني له كثير جدا، انه انا اخذت تنشيط كثير ساتسبب لي تكيس. احنا اللي بيحصل كالاتي، لما البويض جسم المراه او البويض المبيض بيطلع بويضه واحده، البويضه دي بتفتح في اليوم ال 14، لما يجي اخر الشهر تنزل الدوره بتكون الحويصه اللي كانت فيها اختفت. مع التنشيط احنا مع 3-4 من الممكن ومن يعني الاكثريه انه واحده او اثنين منهم ما تفتح كامله او ما تفضي نفسها كامله، فبتظهر كانها كيس. فمعظم الناس اللي بيحصل لهم تنشيط لما تجي الدوره اللي بعديها، طبعا اذا ما حصل حمل، لانه لو حصل حمل ما حتجي دوره بعد 9 شهور. اذا حصل ما حصل حمل حتنزل الدوره، لما تنزل الدوره في الغالب حيكون الحويصلات دي موجوده، وبعض الناس بيسموها اكياس. لكن دي حاجه عرضيه او مؤقته بتختفي يعني في الدوره اللي بعديها. عشان كده انا ذكرت لك انه يفضل انه في التنشيط لما يحصل الدوره اللي بعديها ما يحصل فيها تنشيط. لاسباب كثيره، اهمها المساله دي، لانه لو الحويصلات دي موجوده وغالبا بتكون موجوده التنشيط ما بينجح كثير. جميل، لدي اتصال دكتور. ناخذه ونواصل. ام عبد العزيز من السعوديه، اهلا بكم ام عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي سؤالك. انا متزوجه من 12 سنه. من السنه الاولى، بعد السنه الاولى ذهبنا للطبيب وقال انه الحيوانات المنويه الحيوانات المنويه ما بها، غير موجوده، يعني صفر، غير موجوده تماما. ايوه، فالان بعد 12 سنه فانا حابه اعرف انه ايش يعني الاشياء الحديثه او كده اللي ممكن تساعد في الموضوع ده، وانه هي كل تقريبا اتعملت كل الفحوصات، فكان تبقت اخر مرحله اللي هي مرحله اللجوء الى الانابيب او كده، بانه تتعمل فحوصات للحيوانات المنويه داخليه وكده، البحث عنها واللجوء للاطفال الانابيب. نعم. فحب اعرف انه ايش وصل له الطب. طيب، هل تود تسالها دكتور سؤال معين؟ لا، الاجابه سؤال واضح. طيب، تستمع ان شاء الله للجواب. ام عبد العزيز شكرا لك. شكرا ام عبد العزيز. طيب دكتور، الخص سؤال ام عبد العزيز. 12 سنه زواج، من اول سنه بداوا يبحثوا عن البحث عن الانجاب، اكتشفوا انه الحيوانات المنويه غير موجوده. ايوه، فهي الان تسال باقي خطوه اطفال، باقي الخطوات اللازمه. ايوه، ده سؤال واضح، ودي حاجه طبعا من اكثر الاشياء شيوعا يعني. بس انا عايز اواصل المساله اللي ذكرناها. دكتور عذرا، بس لدي اتصال خارجي جدا من مصر. اسلام، اهلا بك يا اسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت، عندي سؤال بالنسبه لحديثي الزواج. احيانا يعني بعد الزواج يسعى الزوجان يعني للحمل والانجاب. نعم. فبيحصل مشكله، يعني يحدث تاخر في الحمل. فانا عندي سؤالين. طبعا. السؤال الاولاني، متى يجب ان يقلق الزوجان؟ يعني متى يجب ان يقلقوا؟ لان من اول شهر ثاني شهر يبدا يظهر القلق داخل الاسره، يبدا يظهر قلق بين. نعم. الزوجين. فهل واضح. هل القلق ده متى يبدا، من امتى؟ واحيانا يبحث الزوج ويبحث الزوجه، يعملوا التحاليل فلا يوجد اي مشكله لدى اي منهما، يعني بخصوص يعني هذا خطوبة الرجل جيدة، خطوبة المرأة جيدة، ولكن هناك تأخير في الحمل. فما هو السبب غالبا يعني؟ طيب ان شاء الله احنا اجبنا سابقا، وان شاء الله نعيد نشرح هذه في هذه الحلقة. شكرا لك اسلام. طيب دكتور، اعود لسؤال ام عبد العزيز. أيوة. عن انعدام الحيوانات المنوية. انعدام الحيوانات المنوية. بس انا هرجع للمسألة بتاعت تسألتني عن مضاعفات التنشيط والتكيسات وكده. في واحدة برضه من المضاعفات اللي بيسألوني منها الناس كثيرة وأنا عايز أذكرها لأنها ما موجودة، إنه اللي هي نقص المخزون، نقص المخزون اللي داخل المبيض. النساء الآن عارف معظمهم عارفين إنه عندهم مخزون بدعم في المبيض محدود. الخلايا اللي داخل المبيض برضه هي شاذة من باقي خلايا الجسم. خلايا الجسم لما تموت خلايا بتتجدد. نعم. المبيض لا، يعني حتى الحيوانات المنويه الخصيه بتجدد وبتصنع طول الوقت. المبيض اللي بيكون فيه مخزون معين المراه بتولد به وبيتناقص يتناقص لحد ما يصل للصفر في سن ال50 اللي هي سن الياس، وما بتجي اي جديده. فالواحده بتقول لك انت عملوا لي تنشيط كثير وسحبوا من بويضات كثيره، فبالتالي المنشوط المخزون عندي قله. لكن المساله دي مستحيل تحصل. احنا لا يمكن ان نقيس المخزون دكتور. لا، ممكن. ممكن. في قياسات كثيره للمخزون. في قياسات عن طريق السونار، في قياسات عن طريق الهرمونات الغده النخاميه، في قياسات عن طريق في تحليل الان حديث اسمه تحليل قياس المخزون مباشره. يعني ممكن ان يتوقع كم متبقي من بويضات يعني متوقع يعني
اي بالضبط، يعني انه هو قليل او كثير. نعم. فالناس بيجوا يتخوفوا انه التنشيط حيقلل، لانه انت لوحدك بتطلع واحد واحنا بنطلع مثلا منها 10 20 الان. فده طبعا منطقيا ده المفروض يحصل، لكن ده اللي بيحصل هو كالاتي: المخزون بيقل ما بالتبويض، المخزون بيقل بانه خروج عدد كبير من البويضات كل شهر. الان وجد انه كل شهر بتطلع حوالي 500 بويضه الى 1000 بويضه من المبيض كل شهر. احنا ذكرنا انها تخرج واحده، بتخرج واحده ناضجه. اها، يعني هو المبيض يبدا يكون 500، هي هو اصلا موجودين فيه بيبدا يكون 500، ال 500 دول بيطلعوا غير ناضجين، وواحده بتطلع ناضجه التي تنتقل الى الرحم هي الناضجه. بالضبط. لما نيجي الشهر الجاي بيطلع بيبتدي يطلع 500 ثانيين، واحده بتنضج وال 500 او 499 اذا صح التعبير بيطلعوا. فاحنا في التنشيط بتاعنا، انا عايز اطمن النساء انه احنا في التنشيط بتاعنا بننشط عدد من ال 500 اللي بدل المبيض ينتجهم في الشهر ذاك. يعني هو كانه في عنده المخزن الداخلي بيطلع من المخزن الداخلي 500 بيبتدي يجهزهم، بتطلع واحده ناضجه والباقيين بيطلعوا غير ناضجين. ان احنا ال 500 اللي اصلا طلعوا دولا هم هنشتغل عليهم، هنشتغل عليهم، عايزين 4 ننشط 4، عايزين 10 ننشط 10، عايزين 15 ننشط 15، وهكذا دوليك. لكن الهم من كده، فالحاجه دي ممكن تحصل حتى اثناء الحمل، اللي هو في الفترات اللي ما فيها تبويض، في الحمل ما في تبويض. نعم. واثناء فتره يعني الاخذ موانع على الحمل، لانه ده برضه اخذ موانع الحمل ما فيها تبويض. فلو كان الكلام ده صحيح انه التنشيط بنقص المخزون، دي كنا حاجه احنا كاطباء حنستفيد منها، لانه بما انه تنشيط واستخراج عدد اكبر من البويضات من المبيض بنقص، معناها عدم التنشيط او الاحتفاظ بالبويضات ممكن، لانه في موانع التبويض موجوده، فاحنا نمنع التبويض فبالتالي المخزون يحتفظ، لكن للاسف الحاجه دي ما ممكنه، فبالتالي البويضات بتطلع اثناء التنشيط نفس العدد، غير تنشيط نفس العدد، اثناء الحمل نفس العدد، اثناء اخذ موانع التنشيط سوري موانع التبويض نفس العدد. يعني تقريبا ال 500 بويضه شهريا ستستمر في كل الاحوال. بالضبط. نجي للاسئله اللي سؤال ام عبد العزيز من السعوديه اللي تسال عن ما الوسائل للتعامل مع عدم وجود حيوانات منويه. ايوه، انعدام الحيوانات المنويه يعني الان شائع اكثر. طبعا اتفقنا عشان يحصل تلقيح البويضه داخل الرحم لابد من العدد 20 مليون والحركه 50%، وفي معطيات اخرى طبعا. عشان يحصل زمان طبعا ما كان في حل للمساله دي، حتى لو كان الواحد عنده مثلا 5 مليون برضه ما في حل. الان طبعا الحل هو الحقن المجهري. فدي حيؤدي لنا، لاننا نذكر مساله الانابيب والحقن المجهري. الاثنين بيشتركوا في انه بننشط عدد من البويضات اكثر قليلا من العدد بتاع الحقن الصناعي الداخلي او التلقيح الصناعي الداخلي، يفضل حوالي العشرة. لانه من كل 10 بويضات بينجحوا منهم 3 بويضات. فاللي بيحصل كالاتي: انه بنعمل التنشيط ده حسب برامج معينه، في برنامج طويل والبرنامج القصير والبرنامج المتوسط، كل امراه بينجح معاها نوع مختلف. لما تنضج البويضات بنسحبها، السحب ده بيتم بإبرة صغيرة جدا بتدخل داخل المبيض بتسحب السائل اللي فيه البويضات. يعني بالتالي السائل بما فيه داخل البويضات. بدأ البويضات بالضبط. فهي كعملية صغيرة جدا، لكن كعملية اللي بنعملها داخل غرفة العمليات، لكن التجهيز بتاعها لأنه بياخد قرابة الشهرين، والمسائل كلها لازم تكون مترتبه كلها مع بعض. عشان يحصل حمل لازم الترتيب يكون البويضات تكون مترتبه مع بطانه الرحم، مع الهرمونات، مع الاشياء دي كلها، مع الاشياء المناعيه اللي ذكرناها. الشهرين دكتور هي من بدايه الدوره اللي قبليها الوسيلة. هي طبعا المساله بتكون من بدايه الدوره نفسها، لكن الافضل التجهيز يكون في الدوره اللي قبليها. لكن في النهايه اللي بيشتركوا في انه بنسحب البويضات دي وبنخصبها. في مساله اطفال الانابيب الطبيعيه اللي هي ممكن تعتبرها القديمه، بنحط البويضه في انبوب وبنحط فيه عدد كافي من الحيوانات المنيه، مش للتلقيح، لتكسير الخلايا اللي ذكرناها مسبقا. نعم. فمعنى احنا عايزين على الاقل ما يعادل مثلا 200,000 او اقل شيء 50,000، لكن يفضل 200,000 لكل بويضه، فعشان كده احنا عايزين ملايين. فبنحط مع كل بويضه ما بين من 50 الى 200,000 حيوان منوي، وبنخليهم يكسروا البويضه الخلايا، ثم يكسروا الخلايا اللي حولها بالانزيم الموجود عندهم في الراس الحيوان المنوي، وبعد ذاك واحد منهم يدخل الغده. دي اسمها يدخل اطفال تلقائيا. بيدخل تلقائيا يخترق جدار البويضه. المساله دي ما حتحصل للناس اللي عندهم نقص في الحيوانات المنويه او نقص في الحركه او انعدام في الحيوانات المنويه. فدول اخترع لهم الحقن المجهري.
فالحقن المجهر البويضة دي بنجيبها بالإنزيم اللي في رأس الحانة المنوي اللي بيكسر الخلايا دي الآن موجود كمنتج، فبنستعمله لتكسير الحيوانات المنوية دي، من تكسير الخلايا اللي حول البويضة من غير حيوانات منوية طبعا. ثم يؤخذ حيوان منوي واحد ويحقن داخل البويضة، فكده بيجي ممكن مباشر بالضبط بمجهر مكبر مخصص للمسألة دي. وكذلك يتم ذلك على بويضة واحدة أو ثلاث بويضات؟ لكل البويضات اللي طلعت للمرام، يعني مثلا طلعت لها مثلا 10 منهم 7 ناضجين، نقوم نلقح السبعة دول. أها طيب، ما كل البويضات اللي حنحقنها هتتلقح، لأنه في بويضات هتتلقح في بويضات ما هتتلقح. جميل. فالناس اللي عندهم انعدام طبعا، المسألة دي للناس عندهم نقص، الناس اللي عندهم انعدام في الحالة دي بيعمل عملية لاستخراج الحيوانات المنوية من داخل الخصية، مثل خزعة من خزعة داخل. من داخل الخصية اسمها عملية استخراج الحيوانات المنوية من داخل الخصية. في عدة أنواع، المستعمل شائعا منها ثلاث أنواع. في واحد بيتم بالإبرة، يعني إبرة صغيرة بتدخل داخل الخصية وبتسحب حيوانات منوية أو بتسحب حاجة أقرب إلى السائل المنوي، يعني كانوا بنسحب السائل المنوي من داخل الخصية، ودي مسألة بسيطة وبتتعامل حتى ببنج موضعي. النوع الثاني اللي بتفتح فتحة صغيرة وبتأخذ خزعة زي ما أنت ذكرتها، بتكون حجمها صغير وتلقى فيها الحيوانات المنوية. النوع الثالث اللي هو التفتيش عن طريق المجهر المكبر. طيب، هي محتاجة لشغل شوية. هذه التفتيش سأتيها بعد الفاصل إن شاء الله. الإخوة والأخوات، بعد الفاصل إن شاء الله سنبدأ في أسئلة الواتساب باستعراضها، ونواصل مع الدكتور هيثم. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. فخذ النصيحة من طبيب حاذق، وبأمر ربك تكشف الأدواء. معلومة طبية في دقيقة. ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المنتشرة في العالم وفي مجتمعنا، حيث تصيب حوالي 30% من الناس، خاصة من النوع الأول. ارتفاع ضغط الدم الأساسي أو الأولي، ويكون هذا عادة وراثيا. يجب الفحص المبكر لاكتشاف ارتفاع ضغط الدم، لأنه أحيانا لا يسبب أي أعراض، وعند تشخيصه يجب الالتزام بالعلاج الموصوف له بقبل الطبيب، وعدم إجراء تجربة قطع العلاج، لأن قطع العلاج لمرض ارتفاع ضغط الدم يسبب مضاعفات كثيرة، ومن أهمها السكتات الدماغية والسكتات القلبية وتصلب الشرايين. فالالتزام بالحمية الغذائية والتقليل من الوزن والأملاح والدهون تساعد على السيطرة على مرض ارتفاع ضغط الدم الذي يسمى بالقاتل الصامت، لأن المريض يصاب بمضاعفاته دون أن يشعر بأي أعراض مهددة أو علامات تسبب له هذه الأعراض. فيجب إذن الكشف المبكر عنه والالتزام بالعلاج وتغيير نمط الحياة، حتى يكون الإنسان في وقاية وصحة وعافية من مضاعفاته. معلومة طبية في دقيقة. فخذ النصيحة من طبيب حاذق، وبأمر ربك تكشف الأدواء. حياكم الله وبياكم معنا في الحلقة التي نتحدث فيها عن العقم والإنجاب مع الدكتور هيثم يوسف. الآن سنستعرض بعض أسئلة الواتساب ثم نواصل في بقية محاورنا. دكتور هيثم، لدينا عدة أسئلة. يعني أحد الأسئلة يقول: هل من لديه ضعف في حركة الحيوان المنوي يصلح له أن يقوم بالتلقيح الصناعي في رحم زوجته؟ يعني ضعف في الحركة. ما هي التلقيح الصناعي دي؟ ذكرنا الشروط بتاعته، من ضمنها إنه الحركة تكون وصلت إلى 50، ضعف بمعنى أقل من 50. أيوة، لأنه هو يعني هو التلقيح الصناعي الداخلي بالذات بيعتمد نجاحه على عوامل أهم حركة الحيوانات المنوية. فشخص أساساً المشكلة الحركة، ده ما بنصحه يعمل التلقيح الصناعي الداخلي، لأنه أهم عامل في النجاح هو عنده ما موجود. لكن من الممكن يعمله بعد العلاج، ما كل شيء يعني إن شاء الله كل مشكلة ولها حل، فهو ممكن يعمل المسألة دي بعد العلاج. إحنا عموماً إحنا بنفضل نعمل التلقيح الصناعي الداخلي، لأنه نمرة واحد تكلفته قليلة جداً، تكلفته تقريباً حوالي 10% من الحيوانات المنوية من الأطفال الأنابيب والحقن المجهري،
وكذلك ما فيه البنيج، ما فيه إدخال تنويم في المستشفى، ما فيه يعني دخول لغرفة العمليات، فهو مبسط جدا جدا. فإحنا بنفضل إنه نعمله. فشخص زي ده بنصحه إنه يعمل علاج للحركة بالذات، وبعد ما تتعالج الحركة يعملوا تلقيح الصناعي الداخلي. إذا ما تعالجت الحركة في الحالة دي حيضطر يلجأ إلى الحقن المجهري، لأنه حتى أطفال الأنابيب العادية بالطريقة العادية ما تحتاج، لأنه هي ذات تحتاج للحركة بنفس القدر. جميل. طيب سؤال تقول: السلام عليكم دكتور هيثم، أنا عملت 3 عمليات أطفال أنابيب، الأولى نجحت ثم حصل إسقاط، الثانية لم تنجح، الثالثة نجحت، وأنا الآن في الشهر 7 ولله الحمد، لكن أشعر أن الحركة خفيفة، فهل هذا الأمر طبيعي؟ أول حاجة ألف مبروك للحمل، وإن شاء الله ربنا يعني يكتب لك اكتمال الحمل إن شاء الله والذرية الصالحة إن شاء الله. هذه ما لي علاقة بإنها هي الحمل ده نشأ عن طريق الحقن المجهري. يعني الواحدة لما توصل 7 الحمل عادة بعد الشهر 2 أو 3 تجاوز مرحلة الخطر بتاعة التدخل الطبي بالهرمونات، الأثر الهرمونات اللي بنستعملها بعد الشهر 2 و3 خلاص يعني طبيعي طبيعي تماما، ومتابعتها بتكون مع أطباء متابعة الحمل، فدي تراجع الطبيب بتاعه في أسباب لنقص الحركة معروفة يعني، فهي ممكن تراجع مع الطبيب بتاعه عشان يشوف المسألة دي. يعني لكن يستحسن تتراجع بسرعة، لأن نقص الحركة دي يعني من الحالات الطارئة، الواحدة لازم تقابل الطبيب في نفس اليوم. جميل. أو ثاني يوم. جميل. لكن المفهوم أنه أطفال أنابيب يبقى الحمل طول الوقت ضعيف، هذه لا بيكون طبيعي جدا. جميل. جداً. طيب سؤال كذلك: السلام عليكم، أعمل كل سنة عملية أنابيب ولا تنجح، فكيف نعرف أسباب عدم نجاحها ونعالجها؟ وطبعا هذا يقودنا لمحور نريد أن نتحدث عنه دكتور، له متى نقيس نجاح الوسائل هذه؟ أيوة، لما كل الوسائل بتشترك إنه لما نخلص العملية بعد 2 بتجي المرأة عشان تعمل تحليل الحمل. يفضل دائما تحليل الحمل، طبعا في عدة أنواع في البول وفي الدم، فإحنا بنفضل التحليل الرقمي لأنه بيدينا معطيات معينة. فالواحدة بعد 2 بنعرف هل في حمل أم لا عن طريق تحليل الدم. ما بيظهر في الصورة أو في السونار أو في الموجات الصوتية إلا بعد 2 من اكتشاف الحمل، اللي هو بعد يعني شهر تقريبا بعد شهر من عمل العملية نفسها، سواء كانت عملية تلقيح صناعي داخلي أو حقن مجهري أو أطفال أنابيب. جميل. فدي هي كده بنعرف متى يعني، لكن متى حصل يعني متى حصل الحمل، وهل حمل بواحد أو توأم. طيب لدينا اتصال أبو عاصم من السعودية، أهلا بك أبو عاصم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ حياك الله، أهلا وسهلا. سؤالي يا شيخ: الأوقات المناسبة لحدوث الحمل من بعد الدورة المباشرة، هل مثلا بعد الدورة المباشرة أو بعدها بـ2 أو بعد 3 أيام، الأوقات اللي يكون فيها التحصيل أو الأوقات المناسبة للاتصال يعني؟ جميل جميل، وصل السؤال إن شاء الله، تستمع الجواب. شكرا أبو عاصم. طيب دكتور، كنا سنعود للأسئلة هذه، لكن كنت تتحدث عن أنه بعد 2 نتأكد هل في حمل أم لا أو لا، وبعد بعدها بـ2 من الاكتشاف بنقدر نشوف الحمل في الصورة التلفزيونية. الصورة التلفزيونية اللي هي الموجات الصوتية، ودي مهمة لأنه إحنا زي ما ذكرت لك إنه عمليات الخصوبة عموما أو الوسائل المساعدة للإنجاب نسبة التوأم فيها عالية جدا، نسبة التوأم الطبيعية 1%، عن طريق التنشيط بترتفع إلى 5%، والتلقيح الصناعي الداخلي تقريبا زيه زي التنشيط، لأنه هو بنعمل زي التنشيط، فالنسبة فيه هو 5%. بالنسبة لأطفال الأنابيب والأشياء الأخرى ممكن تصل فيها لأكثر من 40% نسبة التوأم، والنسبة العالمية حوالي 25%. فإحنا لازم نعرف التوأم من بدري، لأنه تعاملنا مع التوأم بيكون مختلف طبعا. طيب دكتور، أطفال الأنابيب هل احنا الان خصبنا مثلا 3 بويضات، هل نحقنها كامله 3 او نحقن واحده؟ ما هو اللي بيحصل كالاتي: احنا دائما بنفضل انه نصل الى 10 اذا امكن، لانه 10 بيكون الامثل اذا وبتكون النسبه النجاح عاليه جدا. ومن ال10 دول بيتخصبوا حوالي، بيكونوا اصلا ناضجين منهم حوالي 6-7، ومن ال6-7 دول بينجحوا حوالي 3.
فالثلاثة دولة احنا بنزرعهم الثلاثة. نسبة الحمل تقريبا لما نزرع ثلاثة بتصل ما بين في معظم المراكز ما بين 40 إلى 50%. وفي بعض المراكز اكثر يعني في بعض المراكز في لندن بتصل لحد 70%. هم الثلاثه كلهم ويكونوا لاحظ انت بتتكلم عن بلد بيزرعوا فيها اثنين فقط يعني. لا انه يحصل حمل ما معنى زرعنا ما معناه حصل حمل لهم كلهم. من كل 10 بنزرع لهم ثلاثه حوالي 50% بيحصل حمل. ايوه او 60%. احنا بعد شهور بيجينا في المركز 70% بيحصل منهم حمل. دي تعتبر نسبة عالية، لكن عالمياً نسبة الحمل تقريباً حوالي 30 إلى 40% عالمياً. برغم أنت زرعت ثلاثة، فالناس بيستغربوا كيف إحنا نزرع مثلاً اثنين أو ثلاثة أجنة جاهزين للحمل وما يحصل حمل. في أسباب كثيرة للمسألة دي يطول شرحها، لكن ده السبب إحنا بنزرع ثلاثة، لأنه كل ما زرعنا أقل كل ما كان الفرصة أقل. ده بيقودنا للشخص اللي سأل إنه عمل عدة مرات أطفال أنابيب ولم تنجح. اللي هو ده تقريبا يمكن الشيء اللي أنا متخصص فيه، واللي هو فشل أطفال الأنابيب المتكرر. اللي هي دي عندها عدة أسباب، بتبدأ من السبب من نمرة واحد مخزون التبويض نفسه. كان مخزون التبويض قليل معناها إنه التنشيط حيجيب بويضات عدد أقل. وإحنا اتفقنا إنه كل ما كثر العدد لحد ما وصلنا 10 بتكون العدد أكثر. الاستعداد بالنسبة للحيوانات المنوية، كلما كانت الحيوانات المنوية أقوى، علاجات الخصوبة كلها والوسائل المساعدة للإنجاب كلها فرصتها أعلى. فهو معناه إنه إذا كان في إشكالية في الجزئية دي لازم إنه يتم الانتباه لها وعلاجها. الجزئية الثالثة اختيار البرنامج المناسب. اتفقنا إنه المسائل دي بتتم عن طريق برنامج تنشيطي، والبرامج التنشيطية كثيرة يمكن زي حوالي 7-8. فيفضل انه بحسب معطيات معينه كل امراه يختار لها البرنامج المناسب اللي بينجح معها اكثر. جميل. فهي من ممكن تاخذ برنامج عده مرات ما منه نجاح معناها هي بتناسب معها برنامج اخر. الاشياء الاهم من كده اللي داخل الرحم، انه في كثير من المرات لو حصل ما حصل حمل مره او مرتين يفضل انه المراه يجرى لها عمليه منظار رحمي. لانه داخل الرحم ممكن يكون في لحميه، ممكن يكون في ضيق في عنق الرحم، ممكن يكون في زوائد داخل الرحم، يعني ممكن يكون من في تشوهات داخل الرحم داخل. ايوه ممكن في جدار البيئه داخليه دي برضه بنحن بنشوفها كثير من في اقسامنا اللي بتختص بالفشل المتكرر لعمليات اطفال الانابيب. الان ظهرت مساله المناعه. المناعه دي ظهرت زي ما كانت في زمان تاخر حمل غير مفسر. ما في برضو ناس عندهم تكرار فشل عمليات أطفال الأنابيب غير مفسر. بيعملوها كذا مرة وما بيلقوا لها سبب ولا يوجد سبب. زمان كان المناعة مركزة فقط على الأجسام المضادة. الآن توسعت لعدة أنواع، اللي هي أكثرها ثلاث أنواع، اللي هي المناعة الخلايا والمناعة الكيميائية والمناعة الأجسام المضادة. جميل. كل واحدة من دين ممكن تأثر وكل واحدة عندها علاج مختلف. طيب جميل جدا. طيب دكتور أعود لبعض أسئلة الواتساب. سؤال السائلة تقول أنا متزوجة من 5 سنوات ولا يوجد لدي أولاد، أجريت عملية استئصال المبيض الأيمن والآن تقول لي الطبيبة لا يوجد أي مشكلة، لكن زوجي لديه حيوانات منوية ضعيفة، فهل يمكن أن أحمل بمبيض واحد؟ أيوة ممكن، بس يجب التأكد من 3 أشياء. نمرة واحد إنها هي قالت أجرت عملية استئصال مبيض. عملية زي ما قلنا المرة الفاتت، أي عملية داخل البطن من الممكن إنها تؤدي إلى التصاقات. التصاقات بتؤدي إلى بعض الانسداد أو الضيق في القنوات فانلوب اللي بتوصل المبيض حتى لو من الناحية الثانية. فهي تتأكد من الجزئية دي بعمل صورة الصبغية للتأكد من أنابيب الرحم. فهذا بالنسبة لها كون أنه لديها مبيض واحد ومشكلة ما لأنه عندها مبيض واحد، لأنه هي عملت عملية في بطنها. يعني اتفقنا أن عمليات البطن من الأشياء اللي إذا واحدة جاتنا عندها تأخر حمل وقالت عملت عملية في بطنها على طول بنفكر في الالتصاقات وبننصحها تعمل الرشعة الصبغية للتأكد من أنابيب الرحم. جميل. طبعا الآن وده سبب اخترع اللي هي عمليات المناظير. يعني الآن معظم العمليات الزايدة وقياس الحمل والحمل خارج الرحم وقياس المبيض بتعمل عن طريق المناظير. المناظير احتمال عمل التصاقات كبيرة قليل جدا في 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 عمليات المناظير. جميل. المحور الثاني اللي هي تأكد من الحيوانات المنوية لزوجها لأنه قالت فيها مشكلة لديها ضعف فعلا. أيوة. مشكلة.
طيب دكتور، سؤال آخر تقول: أنا حامل وعندي كيسين، واحد بالمبيض اليمين وواحد بالمبيض الشمال، مقاسهم 3 سنتيمتر، هل الأكياس على المبيض خطر على هذا الحمل؟ الأكياس طبعا أنواع كثيرة، في أكياس طبيعية، يعني احنا والحقيقة ذكرنا انه لو واحدة اخذت التنشيط والتنشيط ما نجح ونزلت منها الدورة، لو مشت للطبيب هيقول لها عندك أكياس، لأنه التنشيط بيعمل حويصلات في الدورة اللي بعديها، دي طبعا طبيعية، دي لا تخوف منها وتنساها، وبعد شهر بتختفي إن شاء الله. جميل. النوع الثاني الأكياس المائية، والأكياس المائية دي أقل ضررا من معظم أنواع الأكياس الأخرى، لأنها معظمها بتختفي الحالة إذا كانت أقل من 5 سنتيمتر، إذا كانت أكثر من 5 سنتيمتر بتحتاج لبعض العلاجات بالحبوب، إذا وصلت حجم كبير مثلا أكثر من 9-10 سنتيمتر احتمال تحتاج لعملية، ويفضل إنها تكون عملية بالمنظار للأسباب اللي ذكرناها سابقا. في الأكياس الدهنية، ودي إذا فعلا أكياس دهنية مثبتة دي ما بتزول إلا بعملية، وفي الأكياس الدموية دي بقت بتعمل لنا عدة مشاكل، نمرة واحد إنه ما بتروح طبعا بالحبوب، نمرة اثنين عملياتها عادة معقدة وبتؤدي لالتصاقات كبيرة، ومرات الأفضل العلاج عن طريق الإبر، هي عندها علاج بالإبر فدي تكون برضو أفضل العلاج بالإبر، لكن مشكلتنا الكبرى معاها إنها برضو بتؤدي إلى خلل مناعي معين بيؤدي إلى تأخر إنجاب حتى لو الأكياس زيلت أو اختفت بالعلاج. نعم. فالمسألة دي برضو لابد من الانتباه لها في أثناء فترة العلاج. ممتاز. طيب دكتور، سؤال تقول: انقطعت الدورة وعمري 39 سنة، وأنا مصابة بداء السكري، فمنذ أن أصبت بداء السكري انقطعت الدورة، فهل من أمل للحمل؟ أيوة، هي أنا في مذكرة ما ذكرتها أنه لما نجيونا المرأة عشان نعالجها من تأخر إنجاب، أن إحنا مهمتنا كأطباء أول مهمة أنه نتأكد أنها هي لما تحمل الحمل نفسه ما حيؤدي الى مشاكل صحيه لها، لانه الناس اللي عندهم تاخر انجاب ممكن يكون عندهم سكري، ممكن يكون عندهم غده، مشاكل يعني مرض غده، ممكن يكون عندهم ضغط، ممكن يكون حتى بس مجرد العمر مثلا، يعني هم نفسهم كعمريا بيكونوا اكثر، ففي اشياء احنا لازم نعالجها قبل ما ندخل في علاج الخصوبه نفسه، اكثر السكر، لانه طبعا مرض السكري منتشر وشائع جدا جدا، ومرض السكري نفسه من الاشياء اللي ممكن تاخر الحمل هو وفقر الدم. يعني لو واحدة عندها فقر دم وعندها سكري، حتى لو احنا عملنا لها عملية ونجحت، دخلت الحمل عندها فقر دم وسكري، دي ناسها مشكلة. فإحنا أفضل لنا نعالجهم مسبقا لسببين: لعجم واحد عشان الأمراض دي بتقلل من الخصوبة، فإحنا عايزين نحسن من خصوبتهم عشان عملياتنا تنجح، أو حتى ممكن نحمله طبيعي ونتجنب المضاعفات، واثنين تدخل الحمل بصحة جيدة. جميل. عشان الحمل نفسه ينجح بمشيئة الله سبحانه وتعالى. جميل. فهي أول حاجة إنها تتأكد من إنه السكري منتظم تماما، ويكون منتظم لمدة أشهر، والسكري التراكمي بتاعه يرجع إلى الطبيعي أو أقرب إلى الطبيعي، وثم بعد ذلك تدخل في مسائل الخصوبة إن شاء الله. يعني لا فعلا ممكن يكون مرض السكري أحد الأسباب اللي هي من الأسباب اللي ممكن تأخر الحمل، لكن لا أعتقد أنها تكون هي اللي أخرت لها الدورة. جميل. إلا إذا كان عندها مرض سكري بسبب مرض تكيس المبيض المتعدد. لأن مرض تكيس المبيض المتعدد هو نفسه بيؤدي لأن الدورة تتأخر عدة أشهر. جميل. طيب دكتور، احنا الوقت اللي باقي لنا اقل من 5 دقائق، وانا كتبت عدة اسئلة هنا. أيوة. يعني في اسلام مثلا اللي هو ده سأل سؤال الازلي، بس نجيب اجابات مختصرة جدا، انه متى يبدأ القلق. احنا الكلام ده ذكرناه المرة اللي فاتت، انه الناس ما يقلقوا نمرة واحد، لانه يفضل انه لحد ما الناس تتم سنة حتى بعد ذاك يلجأوا للطبيب، الا اذا حتى على من الطبيب يلجأ لهم حيعمل فحوصات، ممكن يقول لهم لا ما في حاجه، يتواصلوا سنه ثانيه، لكن الناس بيقلقوا. انا قبل ما اجي السعوديه الرقم القياسي لامراه جاتني في العياده 52 يوم. 52 يوم بعد الزواج؟ ايوه، قالت لي انا مزوجه لي 52 يوم، عشان تعرف نسبه القلق، لكن في رقم قياسي اعلى من كذا ثاني، بعد ما جيت هنا فجاتني واحده هي اصلا قالت لي انا حاتزوج الشهر الجاي. اها، ودي بالماينس يعني بالناقص، يعني قبل الزواج لا اتزوج شهر جاي وعايز احمل في الشهر الاول، فما تتخيل نسبه القلق وصلت لاي مراحل. يعني طبعا القلق مثل ما ذكرنا ممكن يعود الاخ اسلام الى تسجيل الحلقه، موجود على قناتنا في اليوتيوب في الحلقه السابقه، وتستمع. نعم، في الحلقه السابقه الدكتور ذكر تفاصيل اكثر من ذلك، فترجع لها ان شاء الله. وانا ذكرت على القلق لانه القلق نفسه من اسباب تاخر الحمل، يعني اول ما الناس يجوني اهم مهمه لي انه ازيل القلق.
من 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 منهم، ثم بعد ذاك نبتدي في العلاجات الطبية. طيب لدينا اتصال أم محمد من السعودية، أهلا بكم أم محمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا أم محمد تفضلي سؤالك. لو سمحت يا دكتور، أنا حامل ومتأخرة لي 4 سنين، وكان عندي إفرازات بنية والحمد لله وقفت، وباخذ المثبتات بس ووقفت ليها، يعني هي استمرت معي 10 أيام ووقفت، وعندي أكياس بالمبية سببها التنشيط، أنا حملت بالتنشيط كنت أخذت جونال إف، عندي كيس بالمبية الشمال وكيس بالمبية اليمين سببها، يعني لما راجعت الدكتور هو قال لي إنه سببها إنه التنشيط. أنت حامل في الشهر الكام الآن؟ أنت في الشهر الكام الآن؟ في الشهر النهاية بس سونار على حساب الدكتور إنه ده الشهر الـ 12، أما بحساب الأسبوع الـ 12. أيوة أيوة الأسبوع الـ 12. أيوة خلاص مفهوم. أيوة طيب وصل سؤالي. بالنسبة للإفرازات البنية دي ذكرناها المرة الفاتت، ولاحظت أسئلة متكررة عن الإفرازات البنية لأنها حاجة منتشرة، فأنت ممكن تحضر الحلقة الفاتت في اليوتيوب وتعرف الإجابة. بالنسبة للأكياس برضو دي ما تقلقي عنها نهائيا، إحنا اتفقنا إنه التنشيط بالذات التنشيط بالإبر زي الجونال إيفا الزكرتية بيؤدي إلى حويصلات متعددة، الحويصلات دي بتاخد 2 شهر عشان تختفي، في الحمل بتاخد أطول، بتاخد أكثر من 3 شهور، بل بالعكس في الحمل عندها فائدة لأنها هي اللي بتفرز هرمون تثبيت الحمل، فبالتالي أنت بالنسبة لك أنت إذا كان حجمها مناسب مع التنشيط معناها هي دي حاجة طبيعية بالنسبة لحالتك، وقد تكون حتى فيها بعض الفوائد وبتختفي إن شاء الله. جميل. طيب دكتور إحنا الآن سنحاول نجيب على الأسئلة في كل سؤال في أقل من 30 ثانية حتى نصل للجميع. تقول أنا دورتي تأتي لا تأتي إلا بأخذ الحبوب، بدأت معي المشكلة من عمر 25 سنة مع أنها كانت طبيعية قبل ذلك، والآن عمري 30 سنة و يقول لي الطبيب أن هرمون الـ FSH عالي، فما توجيهكم بذلك؟ دي إذا عالي معناه أنه بدأ ينقص المخزون، وإذا بدأ ينقص لدرجة أنه الدورة بقت ما بتنزل إلا بالحبوب معناه نقص إلى درجة كبيرة جدا المخزون، فدي حسب أنه درجة النقص، طبعا إحنا ما حنقدر نعمل درجة النقص، فزي دي نعمل لها المقاسات اللي ذكرتها لك في بداية الحلقة، مقاسات مخزون البويضات اللي هي في جزء منها بالـ FSH نفسه واحد منها، وفي طبعا المخزون المباشر واللي هو تحليل دم والسونار، بعد ذاك نتعامل مع الحالة حسب الدرجة بتاعت انخفاض المخزون. جميل. طيب سؤال تقول هل هناك علاقة بين زيادة وزن المرأة وتأخر الحمل وحدوث الإجهاضات المتأخرة؟ طبعا أجبنا عنها سابقا لكن ايوه لا، في زياده وزن الحمل وزن المراه وجد انه كل ما تم انقاص وزن المراه بعلاجات الخصوبه بتنجح اكثر. المساله الثانيه انه الغالبيه من الناس اللي وزنهم زايد بيكون عندهم مرض تكيس المبايض المتعدد، وده عايز انتباه معين وعايز علاجات بصوره معينه، وطريقه عمل وسائل المساعده للانجاب عندهم مختلفه كثيرا من طريقه العمل للناس اللي من دورتهم منتظمه. جميل. طيب سؤال آخر دكتور، هل يوجد علاج لعدم انتظام الدورة الشهرية بعد سن 48 للمرأة؟ يعني واحدة وصلت 48 أيوة. وبدأت دورة، أما هي بعد 48 بيكون خلاص، إحنا بنتكلم عن آخر 2 أو 3 سنين في المخزون، فالمخزون في الفترة الأخيرة بيكون قليل جدا، وخروج البويضات بيكون ما بنفس الانتظام، فالوحدة ده ما حاجة مرضية، دي حاجة فيزيولوجية طبيعية. أيوة فيزيولوجية طبيعية، لكن طبعا في الحالة دي في طبعا الهرمونات البديلة، فهي بتعمل دي لازم تكون تحت إشراف طبيب طبعا، لأنه عشان تأخذ هرمونات بديلة لازم يتأكدوا من أشياء معينة في الرحم وفي الثدي برضو، بعد داخل الأشياء دي جيدة بتأخذ الهرمونات البديلة بتنظم لها الدورة لمدة 2 3 سنين اللي باقيين في فترة الدورة نفسها. جميل. ما أقصى عمر للحمل للمرأة؟ هي طبعا ربنا خلق المسألة بأنه المخزون بيخلص في عمر تقريبا حوالي 50، فده يمكن كأنها رسالة لنا إنه الحمل بعد عمر 50 يعني لحد نهاية 40، لكن بعد كده فيه مشاكل كثيرة جدا، وفعلا طبيا دي حاجة مثبتة يعني، والمسألة دي بتبدأ من بعد منتصف 40، يعني الواحدة لما تحمل بعد منتصف 40 احتمالية المشاكل اللي بتحصل في الحمل بتكون عالية جدا، الإسقاط بيكون حوالي 50%،
اللي هو اتفقنا انه 20% في الاعمار الصغيره، بيصل لاكثر من 50% في نصف الاخر الثاني من 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 الاربعينات. السكري الحمل، ضغط الجنين، التشوهات الكروموسوميه، اشياء كثيره جدا بتبقى نسبتها عاليه جدا. ففعليا او يعني نظريا الحمل بعد ال 45 ما محبذ. يا يحبذ. طيب دكتور هيثم، انتهى وقت الحلقة، شكرا جزيلا لك على ما أتحفتنا به في هذه الحلقة والحلقة السابقة، وسعيدين جدا بوجودك معنا. ألف شكر وأشرف، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله يعني دي كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون الحلقة مفيدة للجميع، ونسأل الله للجميع الشفاء العاجل والذرية الصالحة. اللهم آمين. وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير إن شاء الله. الإخوة والأخوات، يمكن الرجوع بعض عدد من الأسئلة التي وردتنا أجبنا عنها في الحلقة الأولى السابقة، يمكن العودة للتسجيل لمراجعتها، وحاولنا قدر الإمكان أخذ معظم الأسئلة التي تشمل في طياتها إجابات لأسئلة أخرى. ستكون هذه الحلقة هي آخر حلقة في شهر رمضان المبارك، ونلتقيكم بإذن الله بعد عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير. لكن قبل أن نختم نأخذ نتائج التصويت الذي تم طرحه على حسابنا في تويتر، والذي كان السؤال فيه كم عدد الساعات أو ما عدد المدة التي تقضيها عادة بشكل متواصل وأنت تستخدم الجوال. كانت النتيجة 32% أقل من ساعة، و 38% من ساعة إلى ثلاث ساعات هذا بشكل متواصل، و 30% تقريبا أكثر من أربع ساعات متواصلة. يعني إلى هنا هذه تحتاج إلى وقفات مثل هذه التصويتات، لكن لضيق الوقت لا يمكننا ذلك، إن شاء الله في حلقات قادمة. نشكر لكم طيبة مشاركتكم معنا، ونشكر جميع من شاركنا عن طريق الواتساب والاتصال. نلتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى بعد عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البلاء طهارة وزكاء، ولكل داء في الحياة دواء، فاسأل طبيبك ما الدواء من علته، والقلب يملأه رضا ورجاء، واجأر لربك بالدعاء فعنده للصابرين كرامة وهناء، وإذا مرضت فمنه ألتمس الشفاء، وبحكمه السراء والضراء. فخذ النصيحة من طبيب حاذق، وبأمر ربك تكشف الأدواء.